باقي اطلع في الجوال انا لقيت فيه رقم خاص. بعد شوي اتصل علي الرقم الخاص له بيقول لي احنا المخابرات الاسرائيليه واحنا بدنا نضرب دار الجبري فاخلي لنا المنطقه والجيران يطلعوا كلهم. قلت له كله طالع كله مخلي كله ما فيش حدا فيه. قال لي لا اتاكد ثاني انه فيش حدا طالع. تاكدنا منه قال لي طب روح على المفترق هذاك ما تخليش حدا السياره تخش. اليوم هو اليوم الثالث لتوقف المختبر المركزي بوزارة الصحة عن العمل. المختبر المركزي هو المكان الوحيد في وزارة الصحة والذي يتم فيه إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، كما تشاهدون الدمار اللي موجود في المكان. حتى هذه اللحظة ما زال المختبر متوقف عن العمل. العينات التي يتم سحبها ما زالت تتراكم. تفاجأنا انه بعد مرواحنا من صلاة الفجر والدنيا لا زال حتى الان ليل، واذ بصاروخ زنانة بعده بعشر دقائق صاروخ F-16 شالت البيت والبيوت اللي جنب بيتنا، كل البيوت تأثرت. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه خلفنا هي صفات الإنسانية فيها، تدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، خروج الناس في الليل، ترويع الأطفال، كبار السن. لا والله أنه خرجنا مع الوالدة ونحن نزور، لا نستطيع أن نحمل الوالدة، لكن الخوف هو الذي أجبرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن بالرغم من ذلك سنبقى اللي هو طبعا هنا على أرضنا، والاحتلال ومن جاء مع الاحتلال ومن سند الاحتلال إلى زوال، وسيبقى أهل فلسطين هم أهل فلسطين.